الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. السلام عليكم إخواني وأخواتي وأبنائي وبناتي ورحمة الله وبركاته. قال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق الله العلي العظيم. بداية نرحب بكل الضيوف الأعزاء. اليوم يحل علينا مجموعة من الضيوف. أولا ضيوف المؤتمر، مؤتمر منتدى الوحدة الإسلامية، المؤتمر العاشر الذي يعقد هذا العام وينطلق غدا إن شاء الله. نرحب بكل الضيوف الأعزاء الذين وصلوا والذين هم في الطريق إن شاء الله. الأخ الأعزاء من لبنان، الأخ نائب مفتي روسيا، أخواننا الدكتور من فرنسا دكتور سفيح، وكل الأخوة الأعزاء الذين يصلون إن شاء الله بعضهم الآن في الطريق من المطار. حياهم الله وبارك الله بجهودهم وشكر الله سعيهم إن شاء الله، وشكر الله سعي كل من يسعى في سبيل جمع كلمة المسلمين ونص الصفوف وتوحيد هذه الأمة. فأهلا وسهلا بهم جميعا. كما نرحب بالضيوف الأعزاء الذين قدموا إلينا من المنطقة الشرقية، سماحة فضيلة السيد حسن الشخص والطلبة الأعزاء والطالبات العزيزات الذين هم في رحلة علمية وسياحية وحلوا علينا ضيوفا بهذه المؤسسة، فأهلا وسهلا بهم جميعا. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظهم ويزيدهم من فضله ومن علمه ويبارك بسعيهم وجهودهم إن شاء الله. أما مناسبة هذه الليلة وهذه حال الدنيا، يروى أنه يوما من الأيام كان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام في مجلس لتعزية شخص، فسمع أحدهم يقول للآخر: لا أراكم الله مكروها. فقال له الإمام: كأنك دعوت عليه بالموت. فقال: كيف يا أمير المؤمنين؟ قال: من يعش الدنيا يرى المكروه، من يعش في هذه الدنيا يرى المكروه. في هذه الليلة أيضا نترحم ونؤبن أخا عزيزا مؤمنا صادقا مخلصا، الأخ الدكتور محمد حسين أو محمد حكيمي كما عرفناه وكما اشتهر بهذا الاسم. هذا الإنسان المؤمن الطيب الذي ترون صورته على الشاشة، كنا في زيارته قبل شهر رمضان المكرم وقد أخبروه بالمرض، قالوا: عندك هذا المرض عاد الله جميع المؤمنين في القولون، وكانوا يطمئنونه، قالوا أنه إن شاء الله المرض بسيط وتحت السيطرة. جلسنا معه ساعات أنا وجناب السيد الذي بصورة سيدة وطاها. حقيقة اكتشفت كنزا، وفي يومها بعدها كتبت أنا على الفيسبوك مقال قلت إن هذا الرجل كنز خفي أو مخفي، لأنه ثروة علمية موسوعة تاريخية وعاصر شخصيات عظيمة، علماء النجف الأشرف يروي قصصهم وتاريخهم، خصوصا السيد الشهيد السيد محمد باقر الصدر قدس الله نفسه، ثم انتقل إلى لبنان وعاش مع السيد المغيث، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج عنه حيا أو ميتا. السيد موسى الصدر لديه تجربة واسعة، إضافة إلى العمل في الحركة الإسلامية عندما انتقل إلى أوروبا إلى فرنسا، كان له تاريخ طويل مع
بيت السيد فضل الله رحمة الله عليه في تأسيس العمل وفي بريطانيا. رجل حقيقة كنز خفي. هذه كانت ملاحظة، والملاحظة الأخرى ذلك الإيمان العميق والتسليم بقضاء الله وقدره. طوال ما نحن جالسون نتحدث لا يتوقف عن ذكر الله واللهج بشكر نعمائه في تلك المرحلة قبل رمضان. وقد يكون الإنسان عندما يكون لديه فسحة أمل يتحدث بهذه اللغة المتفائلة، ولكنني ازداد حقيقة إعجابي وعجبي بهذا الرجل لما زرته قبل أسبوع تقريبا رحمة الله عليه في المستشفى في لحظاته الأخيرة، وقد أخبروه أن لا أمل في العلاج. وصل إلى هذه المرحلة، أخبروه أن لا أمل ويعرف هذا الأمر. فلما دخلنا عليه ما وجدناه، يعني البحث تتحدث مع السيد أبو طه، قلت إذا وجدته قبل رمضان عنده 1% فرضاً قلنا 1 من 10 نسبة التفاعل، فبعد ما علم بنتيجة الفحوص وأخبره الأطباء بأنه لا يوجد أمل بالشفاء، وجدت الأمل والثقة والتسليم 10 أضعاف. والله في اللحظات الأخيرة كان يلهج بذكر الله بشكر نعماء الله، وهو يعلم أنه ليس هناك علاج. فحقيقة كان رجلا بكل مؤمنا بكل معنى الإيمان والتسليم لله سبحانه وتعالى، إضافة إلى الأخلاق التي رأيتموها وعرفتموها بهذا الرجل. كان خلوقا لا أظن أن له خصما في هذه الحياة حسب اطلاعي القاصر. كان علاقاته مع الجميع مفتوحة، ليس لديه توقف أو حساسية هنا أو حساسية هناك. لم نسمع منه إلا الخير، لم نرى منه إلا الخير. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبله في الصالحين. وهذا جلوسنا قراءة سورة الفاتحة ما هو إلا شيء يسير من حقوق الأخوة بين المؤمنين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبله بالصالحين، وأن يجمعه مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، إلى روحه وأرواح المؤمنين والمؤمنات. نقرأ جميعا السورة المباركة الفاتحة في بدايات الألفين، نهاية 99 بدايات الألفين انطلقت هذه المؤسسة، والحمد لله ومن فضل الله لعلها من أكثر المؤسسات استقرارا في البرنامج. يعني الخميس ليلة الجمعة طوال العام لا تتوقف خلال السنة، في السنة 52 أسبوع تقريبا، فقط ممكن أسبوعين تتوقف، إما يصادف يوم عيد أو يوم رأس السنة ويكون مضطرين للتعطيل، وإلا 50 أسبوع في السنة المؤسسة موجودة والبرنامج مستمر، والبرنامج ثابت صيفا وشتاء في نفس التوقيت. هذا أولا. وثانيا لعله من تفضل شيخنا، تفضل الحاج أبو علي، حياكم الله، تفضل تفضل، أكو مجال، تفضل الشيخ. تفضل تفضل. السلام عليكم. آسف للمقاطعة. حياكم الله. والملاحظة الأخرى والحسنة الأخرى لمؤسسة الأبرار، ولا نريد أن نمدح أنفسنا حقيقة، وأنا الأدين بالفضل لأخي الدكتور سعيد، قضية الالتزام بالوقت، بحيث إذا قلنا البرنامج يبدأ الساعة 7 حتى لو لم يكن أحد موجود في القاعة يبدأ المتحدث الساعة 7. والانتهاء ان شاء الله. الانتهاء شويه في مرونه، يعني دقائق. نعم دقائق. لازم الابتداء يكون في مرونه. لا الابتداء شار كما يقول الانجليز، حاد جدا، بحيث انه الساعه 7 اذا لم يكن احد موجود اما الدكتور يكون عريف وانا اكون مستمع او العكس، يعني الى ان يحضر الاخوه ان شاء الله. عسى الله ان ياتينا بهم جميعا دائما. الحمد لله رب العالمين. في كل ليلة كما ذكرت ورأيتم نبدأ بالدعاء، هذا الدعاء المبارك الذي نسميه دعاء قميل، واسمه الحقيقي دعاء الخضر، والكثير من الأخوة أو الشباب
يسمعون عن دعاء كميل ولا يعرفون لماذا يسمى دعاء كميل وما هو اسمه الحقيقي. اسم الدعاء الحقيقي هو دعاء الخضر، علمه الإمام علي في يوم من الأيام. الإمام علي عليه السلام قال أن من قرأ دعاء الخضر في العمر مرة أو في الأسبوع مرة أو في الشهر مرة فله كذا من الأجر، الآن رواية الحضرية. ثم ترك المجلس وقام، لم يسأل واحد عن دعاء الخضر. فلحق به كميل بن زياد أحد أصحابه، لحقه إلى البيت فقال يا أمير المؤمنين، أنت ذكرت فضل دعاء الخضر ولكن ما سمعنا دعاء الخضر، أريد أن نتعلم. فتعلم دعاء الخضر من أمير المؤمنين ورواه إلى الناس، فسمي دعاء كميل بن زياد باسم كميل بن زياد. هذا الدعاء الذي كما استمعتم كله توحيد وحمد وثناء وشكر لله سبحانه وتعالى، نقرأه في كل ليلة جمعة، وهو يستحب من الأوقات التي يستحب قراءته فيها ليلة الجمعة وفي ليالي القدر أيضا، في بعض ليالي القدر وفي شعبان أيضا يستحب قراءته. ثم بعد ذلك لمدة نصف ساعة، والساعة السابعة يبدأ البرنامج، وبرامجنا حسب المناسبات. إذا كان هناك مناسبة دينية نحيي المناسبة الدينية، إذا كان هناك لا توجد مناسبة دينية فأختار مواضيع مختلفة دينية وثقافية وعلمية وتاريخية وكل مجالات الفكر ومجالات الثقافة. في هذه الأيام تحل علينا وتصادف ذكرى وفاة إمامنا الإمام جعفر الصادق ابن الإمام محمد الباقر ابن الإمام زين العابدين ابن الإمام الحسين عليه السلام ابن الإمام علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه وعلى جدهم النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. الإمام جعفر الصادق سادس الأئمة في مدرسة أهل البيت عليهم السلام، وهو مؤسس المدرسة، وباسمه يسمى مذهب أهل البيت المذهب الجعفري، وسمي كذلك لما كان للإمام الصادق عليه السلام من دور في نشر علوم أهل البيت عليه السلام، لأننا كما نعلم أن الفترة التاريخية التي عاش فيها الإمام الصادق كانت في نهايات الدولة الأموية عندما ضعفت، وبدايات الدولة العباسية التي قامت بالشعار بالدعوة إلى أهل البيت عليه السلام، فكان هناك فسحة حرية وانطلاق في هذه الفترة، فنشر الإمام الصادق عليه السلام أحاديث أهل البيت. ولذلك في مقاييس الرجال قبل قليل كنت أقرأ قليلا ورأيت أن عدد الرواة عن الإمام الصادق عليه السلام من بين كل الأئمة تجاوز 1200 راوي، في حين أن بقية الأئمة لا يتجاوزون المئات الرواة الذين رووا عن الأئمة، بينما الإمام الصادق 1200 راوي. وقال أحد المحققين التاريخيين أو ورد في بعض الأخبار أنني أدركت في جامع الكوفة 900 شيخ كلهم يقول حدثني جعفر بن محمد الصادق، يعني كلهم يروي 900، والعدد يقترب من 1200 راوي. في هذه الأيام تحل ذكرى وفاة الإمام الصادق عليه السلام، فنحتفل بهذه الليلة بوفاته. وعندما نحتفل بذكريات هؤلاء العظماء إنما نريد أن نستلهم من حياتهم الدروس والعبر، وكيف عملوا من أجل إعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى ونشر دين الله، وعملوا في مواجهة التحديات التي عاشوها في تلك المراحل المختلفة. لا شك أنه كل إمام من الأئمة سواء من أئمة أهل البيت عليهم السلام أو من بقية أئمة المذاهب، يعني عندما نقرأ في أئمة المذاهب الأخرى أيضا نجد أنهم تعرضوا إلى تحديات. أبو حنيفة يسجن ويضرب ويموت، وابن حنبل كذلك يتعرض، والشافعي يهجر من مكان إلى مكان، وبقية أئمة المذاهب دائما هم يقومون بالدور في مواجهة التحديات التي هي في عصورهم من منطلق التكليف الشرعي ومن باب أن العلماء هم ورثة الأنبياء. هكذا كان أئمة أهل البيت عليهم السلام، كانوا يواجهون التحديات ويواجهون الانحرافات التي ما أشبه الليلة بالبارحة، يعني في كل زمان ومكان هناك تحديات تواجه الأمة وتواجه المسلمين، والواجب الشرعي يقع بالدرجة الأولى على العلماء. إن كان الأئمة موجودون فهم يتصدون إلى هذه
التحديات، وإن لم يكن فالعلماء هم ورثة الأنبياء ويجب عليهم التصدي لهذه التحديات وهذه المشكلات وهذه الانحرافات. واليوم نرى هذا العالم الإسلامي الممزق، كل ممزق، دخلت علينا قوى الاستكبار فمزقت هذه الأمة شيعا ومذاهب ومدارس، وللأسف أغلب المدارس أو الفرق التي تنشر الانحراف والتكفير والتطرف هي صنيعة الاستخبارات الدولية، وإلا لا يوجد اليوم مسلم مخلص لدينه يدعو إلى تفرقة أو يدعو إلى فتنة أو يدعو إلى تطرف، وإنما إذا نقرأ كل الجماعات التكفيرية والمتطرفة التي نشرت الفساد وعادت في البلاد نجد أن هذه الجماعات كلها صنيعة مخابرات وتنتهي إلى قوى كبرى صنعتها وزرعتها في قلب هذه الأمة لكي تمزق هذه الأمة. ونرى اليوم ما وصلنا إليه من وهن وضعف وتمزق، بحيث يقتل المسلم أخاه المسلم وكلهم يصيح الله أكبر، الكل يصيح الله أكبر. ولذلك عندما نتحدث، ولعلنا إن شاء الله ندعو الجميع لحضور المؤتمر والاستماع للمحاضرات، مؤتمر المنتدى اخترنا هذا العام أن يكون المؤتمر تحت شعار الإسلام وحملات التشويه، ما يتعرض للإسلام من تشويه، الإسلاموفوبيا. والمؤسف أن عملية التشويه التي يتعرض لها الإسلام من أبناء الإسلام لعلها أشد وأكبر وأخطر مما يتعرض له من خارج الإسلام، لأنه مهما قال خصوم الإسلام عن الإسلام وحاولوا تشويهها، فعندما يرى الناس أخلاق المسلمين وسلوك المسلمين لا يصدقون ذلك، ولكن عندما يرون سلوك المسلم الذي يدعي أنه مسلم يقتل ويذبح وينشر الرعب في المجتمعات، عند ذلك يصدقون كل ما يقال عن الإسلام، فيكون تأثير سلوك المسلم أو تصرف المسلم السيء ينعكس على الإسلام أكثر مما يؤثر عليه ادعاءات خصوم الإسلام. هذه ليلة كما قلت نحتفي بذكرى وفاة إمامنا الصادق جعفر بن محمد عليه السلام، وانتهزنا حضور أستاذنا سماحة آية الله الشيخ محسن العراقي الذي ننتظر إن شاء الله وصوله لكي يضيء على جانب من أدوار إمامنا الصادق عليه السلام في الأمة الإسلامية. اخترنا عنوان التسامح والوحدة الإسلامية في مدرسة الإمام الصادق. الإمام الصادق عليه السلام كما نعلم هو أستاذ الفقهاء، يعني ما من فقيه من فقهاء المسلمين إلا وأخذ عن الإمام الصادق إما بشكل مباشر أو غير مباشر. كلمة المشهورة للإمام أبي حنيفة: لولا السنتان لهلك النعمان. سنتان انتقل بهما الإمام الصادق إلى الحيرة، صلوا على محمد وآل محمد. فكما ذكرت في هذه الليلة طلبنا من أستاذنا سماحة آية الله الشيخ العراقي أن يضيء على جانب من جوانب حياة الإمام الصادق سلام الله عليه، وخصوصا في مجال التسامح والتعايش والوحدة، وحدة الأمة الإسلامية. فأترك المجال لأستاذي ونستقبله ونستقبل كلمته بالصلاة على محمد وآل محمد. صلى على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيد النبيين حبيبنا وحبيب إله العالمين الفاتح المصطفى محمد. وإن هذه أمتكم
الإسلامية. أساسا جاء الأنبياء سلام الله تعالى عليهم ليوحدوا المجتمع البشري، والقضية التي تهتم بها الإسلام العظيم أساسا هي أن يخرج المجتمع البشري وحدة واحدة. والمقصود بأن يخرج المجتمع البشري وحدة واحدة أن يتحول المجتمع البشري إلى ما نعبر عنه بالإنسان الكبير. هنالك فرد إنساني، يعني أحيانا ننظر إلى الإنسان كفرد. هذا الفرد قد يختلف عن الفرد الآخر في أحاسيسه، في عواطفه، في مشاعره، في توجهه، وهذا الاختلاف هو الذي يقسم المجتمع البشري إلى فئات متناحية. ومشكلة المجتمع البشري أساساً تنبع من هذا التوزع وهذا التقسم وهذا التنازع. كل المشاكل التي يعيشها المجتمع البشري هي مشاكل أساسها وجذرها هو هذا الاختلاف الذي يعيشه الناس فيما بينهم. تتنازع مصالحهم، تختلف أهواؤهم، فيسوغ البعض لنفسه أن يتجاوز حدود الآخر إلى ما لا نهاية له لكي يحقق رغباته ويحقق مصالحه ويحقق أهواءه التي تحكمه وتحكم إرادته. لا حل للمجتمع البشري إلا أن يتحول المجتمع البشري إلى وحدة واحدة، وحينما نقول وحدة واحدة أن يتحول المجتمع البشري إلى نفس واحدة، وهذا من الممكن تحقيقه رجاء الأنبياء لتحقيق هذه الحقيقة التي نشير إليها. طبعا لهذا البحث خلفية، والخلفية هي خلفية علمية تخص بحثا أساسيا في رؤية الإسلام للمجتمع. كيف يقيم الإسلام المجتمع البشري؟ كيف يقيم الإسلام مصير المجتمع البشري؟ ما هي القوانين التي تحكم المجتمع البشري منذ بداية وجوده على وجه هذه الأرض حتى النهاية التي ينتهي إليها؟ من أهم القوانين التي يؤكد عليها الإسلام وتؤكد عليها المصادر الإسلامية هو قانون أن الناس هم وحدة واحدة، وأن لنا إلى جانب الإنسان الفرد، الإنسان الصغير، لنا إنسان كبير. هذا الإنسان الكبير عبر عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في كلمته المشهورة، هذا الحديث المتواتر بين المسلمين: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم، على اختلاف التعابير النسخ التي رويت عليها الرواية، كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعت له سائر الأعضاء بالسهل. هذا الحديث ليس من باب الوعظ ومن باب المبالغة في الرؤية للأمور،
فالحديث عبر عن رؤية دقيقة عن حقيقة المجتمع البشري وعما يمكن أن يتحول إليه المجتمع البشري. كان الناس أمة واحدة فاختلف، هذا الاختلاف هذا عارض على المجتمع البشري. المجتمع البشري في بدايته كان أمة واحدة، ومعنى الأمة الواحدة أن المجتمع البشري يمكن أن يتحول، يمكن أن يكون إنساناً كبيراً. فسره الإمام الصادق سلام الله تعالى عليه ونحن اليوم نجتمع بالكرام، قال: المؤمن أخو المؤمن لأبيه وأمه. وجاءه الرجل يسأله يقول: أصبح أحياناً وأنا أشعر بألم في نفسي ولا أدري ما سبب هذا الألم. ما هو الرواية؟ في بعض الأيام أشعر بغم يهيمن على قلبي، بهم يسيطر علي ولا أعرف ما السبب في هذا الهم. فيقول الإمام الصادق في الجواب عن هذا السؤال أنه لعل هنالك مؤمنا في نقطة من نقاط العالم قد أصابه الأسى والألم، وقد انتقل هذا الألم إليك من في كلا بشر. هذه حقيقة، يعني المجتمع البشري يمكن أن يتحول إلى مجتمع بحيث يكون ألم الفرد، هذا الألم ينتقل إلى الفرد الآخر يشعر بالألم، يشعر، وليس هذا الشعور شعورا خياليا وهميا، لا، شعور حقيقي. العلاقة بين الأم وطفل الأم أحيانا تكون على هذا المستوى، يعني أحيانا الطفل حينما نحن جربنا هذا كثيرا في حياتنا العادية، أن الطفل حينما يصاب بألم ما تشعر الأم بألم، يعني لا تشعر بالراحة مطلقا. ينتقل هذا الألم من نفس الطفل إلى نفس الأم، وحتى بين الزوج والزوجة كثيرا ما إذا كان العلاقة بينهما علاقة زوجية صحيحة. طبعا بين القوسين أساسا رؤية الإنسان إلى خلية الأسرة، يعني يعتبرها خلية واحدة، وهذه الخلية هي خلية النفس الواحدة. وما يأتي أن جعل لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. هذه المودة وهذه الرحمة بينكم مودة ورحمة، هذه المودة وهذه الرحمة تجعل من العائلة الواحدة، من الأسرة الواحدة، نفسا واحدة، بحيث أن ألم العضو في هذه الأسرة ينتقل إلى العضو الآخر، ولا يمكن لهذه الأسرة أن تعيش عيشة سعيدة إلا إذا سعد فيها كل أعضائها، أن تتحول الأسرة إلى نفس واحدة. هذه أيضا قضية مهمة، أن الزوجة والزوج، أن الزوج والزوجة بالزواج يتحولان إلى نفس واحدة. عبر الله سبحانه وتعالى عن هذه النفس الواحدة كثيرا بتعابير مختلفة، وفي الرواية أن كل مؤمن بيت، كل مؤمن بيت. وأحب البيوت إلى الله سبحانه وتعالى هو البيت الذي يبنى بالنكاح، يعني النكاح في الواقع يخلق بيتا، هذا البيت يعني يحول النفسين إلى نفس واحدة. وشرح هذا كما ذكرت يحتاج إلى تفصيل، وإنما أعرض القضية في مجملها. كما أن الأسرة الواحدة ينبغي أن تكون كالنفس الواحدة،
المجتمع الذي يتكون من أسر أيضا يتحول لنفس واحدة. تحويل المجتمع البشري إلى نفس واحدة ليس بالفرض وليس عن طريق القوانين التي تفرض المجتمعات مثلا، وإنما لها طريقة معينة لا يمكن أن تتحقق إلا عن طريق رسالات الأنبياء كرام الله تعالى عليهم. يعني رسالة الأنبياء من أهم مهامها والتي تستطيع أن تنفذها ولا يستطيع غيرها من تنفيذ هذه المهمة، هي مهمة أن تحول المجتمع البشري والناس المنقسمون والمتوزعون أفرادا إلى نفس واحدة. حينما نرى أن القرآن الكريم يقول النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم في التفسير وهو أب لهم، وعندنا في الحديث أكثر من حديث يؤكد على أبوة محمد صلى الله عليه وسلم في المجتمع وأخوة المؤمنين بعضهم مع بعض تنبع من هذه الأبوة الواحدة، لأن لهم أبا واحدا ولأن أمهم أم واحدة، فهم إخوة لأب وأم كما صرح بذلك الإمام الصادق فيما روي عن الحديث. هذه البنوة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليست بنوة افتراضية وهمية، ليست بنوة دعائية، يعني ليس هنا ليس مجال الدعاية والإعلام حتى يقال أنتم أولاد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لا، هنالك حقيقة. هذه الحقيقة يسر عليك الإسلام العظيم، وهو أن التبعية لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يجعل من الأتباع نفسا واحدا. ولو أن هذه التبعية تحققت في المجتمع البشري كله لتحول المجتمع البشري كله إلى إنسان كبير كإنسان واحد. هنالك ثلاث مراحل لكي يبلغ الإنسان إلى هذه الدرجة، ولكي يبلغ المجتمع البشري إلى هذه الدرجة، إلى أن يتحول إلى إنسان كبير، إنسان واحد، نفس واحدة. هذه النفس الواحدة، أنا كان أعبر عن هذه النفس الواحدة بالنفس المحمدية صلى الله على محمد وآل محمد. أيضا هذا له شرح لا يسعه المجال هنا. نفس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هذه النفس تنبث بين النفوس، تنبث ويصبح كل مسلم يصبح تجسيدا على مستواه على مرتبته وعلى درجته لنفس محمد صلى الله عليه وسلم. لكن هذا وبهذا تتحقق الوحدة الحقيقية، تتحقق الوحدة التي تجعل من المجتمع الإنساني من المجتمع الإسلامي نفسا واحدة. قلنا لهذا لبلوغ هذه الغاية مراحل ثلاث. المرحلة الأولى، المرحلة التي نعبر عنها نحن بالوحدة الاعتبارية، يعني الوحدة التي تتحقق من خلال قبول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كقائد يطاع. هذه هي المرحلة الأولى، أن نقبل، أن يقبل المسلمون، أن يقبل البشر بقيادة الواحد، يعني بأن هنالك مصدرا وحيدا للأمر والنهي هو الله سبحانه وتعالى، وأمره يمر من خلال محمد صلى الله عليه وسلم. ما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله.
من يطع الرسول فقد أطاع الله. هذه الطاعة تجعل من البشر كلهم أصحاب إرادة واحدة، يعني أن نحن حينما نتصرف تصرفاتنا في حياتنا الجنة تصرفات الاختيارية التي نختارها والتي نتخذ فيها القرار من قبل أنفسنا، كل قرار يتخذه الإنسان يصدر عن إرادة الله، وهذه الإرادة أيضاً هذه الإرادة تنبع من أحد منبعين، الإرادة التي يتخذها الإنسان، القرار الذي يتخذه، هذا حسب ما نفهمه من القرآن الكريم. هذه الإرادة لا تنبع إلا من أحد منبعين ومن أحد مصدرين، إما الحق أو الهوى، ونحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم. هذه الإثنينية محكمة في القرآن العظيم، أن الإنسان لابد أن يكون تابعا لأحد أمرين، كل إنسان هو مطيع، كل إنسان سواء كان مؤمنا أو كافرا، يعني يخضع في إرادته في قراره في اختياره في انتخابه، يخضع لقوة، يخضع لمصدر، ذلك المصدر هو الذي يمده بهذا القرار. هذا المصدر ما هو؟ إما الحق أو لا. يعني لو سألت أحدا أنه لماذا تتصرف هذا التصرف؟ لماذا تلبس هذا الثوب؟ لماذا تختار نفسك هذا اللون من الحياة؟ فهو أمام أحد جوابين، إما أن يقول اخترت هذا لأن الله سبحانه وتعالى أراد ذلك، أو لأنه هو الحق، لأن معنى أن الله أراد ذلك أن هذا هو الحق، أو يقول هكذا أهوى، أنا هكذا أشتري. حينما يحكم الهوى على تصرفات الإنسان هنا يختلف المجتمع، لأن الأهواء مختلفة، الأهواء مختلفة، وحينما تحكم الأهواء، ولذلك التعبير في القرآن الكريم عادة هكذا، ولا تتبع أهواء، لا أقول هوى، الهوى دائما يختلف باختلاف صاحب الهوى، يختلف باختلاف الزمن، يختلف باختلاف التوجهات. الذي لا يختلف هو ماذا؟ هو ذلك تلك الإرادة التي تنبع من الحق، والحق الذي يتمثل في إرادة الله سبحانه وتعالى، وهذا هو التأكيد، له الخلق والأمر. وربك يخلق ما يشاء فيختار، يختار يعني هو الذي يعين الخير من الأمرين، وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان له الخيار، سبحان الله تعالى عما يشركون، سبحان الله تعالى عما يشركون، ويعلم رب ويعلم ربك ما تكن صدورهم، وهو الله يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون، وهو الله لا إله إلا هو، له الحمد في الأولى والآخرة، وله الحكم وإليه ترجعون. يعني هذه الآية الثلاثة من سورة القصص، الآيات 68 69 70 من سورة القصص، يحكي لنا حقيقة ما ينبغي أن يرجع إليه القرار الإنسان. وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيار، يعني أن يختار الإنسان لنفسه، إذا تقرر أن ينفصل الإنسان عن إرادة الله سبحانه فيختار لنفسه، يعني يختار على أساس الهوى. لو أردنا أن تتحد هذه الاختيارات فلا بد أن تنبع من مصدر هو الحق، إذا
صدرت هذه الاختيارات من مصدر الحق فسوف لا تتنازع الاختيارات ولا تتصادم فيما بينها، إنما التصادم ينشأ من أن الاختيار يستند إلى الهوى. يقول فرعون حسبما يحكي القرآن الكريم: ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. ويحكي القرآن العظيم أيضا عن قوم فرعون: فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد. يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المرور. كيف يقدم قومه؟ يقدم قومه فأوردهم النار. يعني حينما اختاروا أن يتبعوا أمر فرعون وجدت لهم هوية. هذا الاختيار، اختيار أن يتبعوا أمر فرعون، أن يطيعوا أمر فرعون، أن يكونوا في حياتهم أتباعا لهذا الأمر، لهذا القرار، هذا هو الذي يجعل من هويتهم هوية فرعونية، تحول الهوية إلى هوية فرعونية، لأن الإرادة هنا تابعة لأمر فرعون، وأمر فرعون أمر ما أريكم إلا ما أرى، يعني أمر يستند إلى هوى فرعون، ولا يستند إلى الحق، ليس لأنه هو الحق، بل لأنه هو يرى كذا. ومن هنا تنبع كل الصدامات التي تعيشها المجتمعات. المرحلة الأولى أن يتفق الناس على أن يطيعوا الله سبحانه وتعالى وأمر محمد صلى الله عليه وسلم. الاتفاق على هذا المبنى وعلى هذا الأساس هو الذي يولد الأمة الإسلامية. من هو المسلم؟ هو من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الشهادة، الشهادتان، هناك من لا يفهم مفهوم الشهادتين. حينما نقول لا إله إلا الله، الألوهية تعني المعبودية، يعني لا معبود سوى الله سبحانه. معنى لا إله إلا الله أن لا نعبد غيره، وهذا هو الذي جاء به الأنبياء جميعا. أن أرسلنا صالحا، هودا، شعيبا، قبله بعضه هودا، كلهم جاءوا بكلمة واحدة: أن اعبدوا الله لا إله إلا هو. في سورة الشعراء: إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعوني. طبعا في سورة هود مثلا وفي بعض السور الأخرى الكلمة التي جاء بها الأنبياء هي هذه الكلمة التي عبر الله سبحانه وتعالى عن رسالة الأنبياء بها: أن اعبدوا الله ما لكم من إله. اعبدوا يعني أطيعوا. في منطق القرآن الكريم العبادة تعني الطاعة. ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. يعبدون كان صراط مستقيم. أن لا تعبدوا الشيطان يعني ماذا؟ ليس معنى أنه لا تسجدوا له أو لا تركعوا له، لأنه ليس هناك من يسجد أو يركع الشيطان، وإنما معنى عبادة الشيطان طاعته. وجاء في الحديث الإمام الصادق يصر على هذا المفهوم في القرآن الكريم، يصر. وجاء في الحديث الإمام الصادق في تفسير قوله: اتخذوا أحبارهم وربانهم أربابا من دون الله. في تفسير هذه الآية جاء الحديث الإمام الصادق أنه لم يسجدوا لهم ولم يركعوا لهم، لم يصلوا لهم، فكيف اتخذوهم أربابا؟ قال: أمروهم بأمر، أمروهم بغير ما أمر الله سبحانه وتعالى فأطاعوا. هذا معنى أنهم اتخذوا أربابا من دون الله. الربوبية الإلهية، كل هذه المفاهيم التي تتعلق بالله سبحانه وتعالى
الله سبحانه وتعالى في مفهومه القرآني لا يعني ذلك الذي خلق العالم ثم جلس إلى جانب ليستبيه. ليس عندنا إله متقاعد في مفهوم الإسلام على الربوبية وعلى الألوهية. معنى الإله، معنى الرب، أنه هو المدير المدبر الذي يدير الكون كله، وكل ما يجب في هذا الكون إنما يجب بأمره، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، مدبر، يدير، يحكم، له الحكم، له الملك. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء لا يشرك في حكمه أحد. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك. هو الملك، الملك قل أعوذ برب الناس ملك الناس تقطع على رأس الصدر. ملك الناس، إله الناس، لأنه ملك الناس فهو إله الناس. ألوهيته تنبع من ملكيته، من كونه ملكا يحكم يأمر ينهى. فالخطوة الأولى في تشكيل الأمة الإسلامية أن يعتقد الناس بأنه لا إله إلا الله، يعني لا يوجد من يطاع سوى الله سبحانه، سوى الله سبحانه. له هو الذي له حق الطاعة، وليس لغيره حق أن يطاع أبدا. أن يتفق الناس على هذا المفهوم، إذا كان الله هو الذي يطاع، كيف يطاع؟ من خلال رسوله صلى الله عليه وسلم. أساسا معنى الرسول ماذا يعني؟ إننا نقول رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أرسل إلينا لكي يعمل ماذا؟ ورسول الله يعني رسول من؟ يعني رسول ذلك المطاع. فأرسل إلينا ليطاع. كما ذكرت هنا ننتقل إلى سورة الشعراء حينما تحكي هذه السورة عن رسالات الأنبياء جميعا. لهم رسالاتهم هكذا: إني لكم رسول أمين على ماذا؟ على أمر الله. ولذلك فلأنني رسول ولأنني أمين على أمر الله ونهي لا آمركم إلا بما يأمر به الله سبحانه ولا أنهاكم إلا عما إن الله عنه سبحانه. فإذا فاتقوا الله وأطيعوه، أطيعوني. ولم تقل الآية وأطيعوه حتى يتحول مهمة الرسول إلى كونه مبلغا فحسب، وإلى كونه كمسؤول بليد، يعني لا يأتي إلا لكي يبلغ عن أمر الله سبحانه. لا، هو المضارع، هو جاء لكي يحكم. تقول الله واطيعوني، لكنه يحكم بحكم الله سبحانه، وانا احكم بينهم بما انزل. من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون، اولئك هم الفاسقون، اولئك هم الكافرون. كل هذه الايات جاءت بعد هذه الايه: انا انزلنا التوراه فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين اسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. هذه المرحلة الأولى، يعني أن يقبل الناس، ألا نسميه الوحدة الاعتبارية، يعني الوحدة في القرار، أن يقروا بربوبية الله سبحانه وبألوهيته المنحصرة في ذاته، وبأن هذه الألوهية يعني الأمر الإلهي والنهي الإلهي يمر من خلال من؟ من خلال رسوله والأنبياء. أن يقروا بها. إذا أقروا بهذا فقد دخلوا في ضمن الأمة الواحدة المسلمة. هذه المرحلة الأولى. المرحلة الأولى الإقرار. الإقرار يعني القبول بهذا المعنى.
هذا يذكر الإنسان في هذه الأمة. هناك ما حدثان بعد أن قبل الناس بذلك، يعني بعد أن آمنوا، وهذا هو معنى الإيمان. معنى الإيمان في مفهوم القرآن الخضوع لطاعة الله سبحانه. ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا، يقولون هكذا، ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. لماذا ليسوا بالمؤمنين؟ لأنهم يتولوا لا يطيعون. ملاك الإيمان، قالت الأعراب آمنا ولم تؤمنوا ولكن قولوا أسلم. ولما يدخل أسلمنا، متى يحق لكم أن تقولوا آمنا؟ إذا أطعتم. ولذلك قال الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدروا أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله، لأنهم يقولون أسلمنا بأفواههم ولم تؤمنوا. المرحلة الثانية من هذه الوحدة هو العمل بهذا الأمر وبهذا النهي. إذا عملت الأمة الواحدة بعد أن أقرت بأن الطاعة لله وللرسول، بعد أن أقرت بهذا، لو التزمت بهذا الذي أقرت به، لو عملت بهذا الذي أقرت به، هنا ننتقل إلى مرحلة جديدة من الوحدة. هذه الوحدة هي الوحدة العملية، الوحدة في الجوارح، يعني وحدة في اللسان، الوحدة الأولى وحدة لسانية، وحدة إعلامية، وحدة في اتخاذ القرار. الوحدة في المرحلة الثانية تتعول عندنا هذه المجموعة الكثيرة الكبيرة من الناس المتفرقين، يصلون معا، كلهم يصلون، كلهم يحجون، كلهم يصومون شهر رمضان، وهذه العبادات كلها في الواقع تمرينا لهذه الطاعة العملية، وهذه هذا التوحيد في الطاعة بين الناس في المجتمع الإسلامي. تحول المجتمع الإسلامي، هؤلاء المتفرقون كلهم يجتمعون حول إمام واحد يؤمهم في صلاة الجماعة، حول كعبة واحدة قبلة واحدة يصلون إليها، حول مسجد يجتمعون فيه المسجد الحرام، حول كعبة يطوفون حولها. كل هذا الذي نجده من مجاميع التشريعات الإسلامية هي تمرينات عملية لكي تتحول الأمة، ولكي يتحول هؤلاء الناس إلى من؟ إلى أي شيء؟ إلى أناس يتفق توجههم العمل. ولذلك جاءت الآية في أكثر من آية، آيات القبلة آيات ينبغي أن ندقق فيها ونتأمل فيها. فولي وجهك شطر المسجد الحرام، هذه فولي وجهك، طبعا هذا الأمر ليس أمرا لشخص رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما لكل الأمة الإسلامية، لكل من تتبعه. أيضا وجاءت الآية بعدها فولوا وجوهكم شطرة المسجد، هذه فولوا وجوهكم، هذا تأسيس لأي شيء؟ تأسيس لهذه الوحدة العملية، تأسيس لهذه الوحدة. الناس يتحدون عملية، إذا اتحدوا عمليا، يعني إذا كان الناس في الأمة الإسلامية إذا بدأوا يعملون بما يقوله الرسول ويطيعون أمره ونهيه، هنا تأتي المرحلة الثالثة. في المرحلة الثالثة الوحدة تتحول إلى وحدة في الأرواح، أي تتحول نفوس هؤلاء المؤمنين إلى نفس كنفس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، على نفس الخط، على نفس النمط.
على نفس الشكل وعلى نفس الصورة وعلى نفس الهيئة. هنالك هيئة للنفوس للأرواح كما أن هنالك هيئة للأجسام، كما أن الأجسام في كل جسد هيئة، هنالك هيئات للنفوس. النفوس كيف تصنع هيئاتها وكيف تصنع أشكالها؟ إنما تصنع أشكال النفوس والأرواح بالأعمال. الأعمال تصنع النفوس، تخلقها، تبنيها. ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وذلك الخلق الإلهي الذي صمم على ما يريده الله سبحانه وتعالى. لعل هذا الحديث الذي اختلف في معناه إن الله خلق آدم على صورته، لعله أيضا تعني هذا المعنى الذي نحن هنا نؤكد عليه. تقول: من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء، ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم. هنا على وجوههم اختلف في التفسير، لكن التفسير الحق كما تدل عليه القرآن الأخرى يعني على صورتهم الحقيقية. نحشرهم على وجوههم. ولذلك تقول: صما وبكما وعميا، هذه الوجوه، تشرح الآية الوجوه. ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم بكما صما وبكما وعميا مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم. هذه الوجوه. ففي يوم القيامة هنالك وجوه، وجوه هي وجه محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك تقول الآية: يعرف المجرمون بسيماهم. كما أن المجرمين يعرفون بسيماهم، كذلك المؤمنون أيضا يعرفون بسيماهم. وسيما المؤمنون وسيما المؤمنين جميعا هي سيما محمد صلى الله عليه وسلم. يوم ندعو كل أناس بإمامهم. يوم ندعو يعني لا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. كيف تعرف هوية الإنسان يوم القيامة؟ لا تعرف هويته من خلال انتسابه العشائري أو انتسابه الجغرافي أو انتسابه الجنسي أو العرقي، لا، لا أنساب بينهم. كيف يعرف الناس يوم القيامة؟ يعرف الناس يوم القيامة من خلال وجوههم، ونحشرهم على وجوههم. فإن كان الوجه وجه محمد صلى الله عليه وآله وسلم كان هذا الإنسان هو الإنسان الصالح الذي يعبر الله سبحانه وتعالى عنهم بالأبرار، هؤلاء هم الأبرار. وجه محمد صلى الله عليه وسلم. قل إن صلاتي، هنا هذه الآية ترسم وجه محمد صلى الله عليه وسلم وترسم لنا وتحدد لنا هذه الشخصية. يعني لو سئلنا ما هي هوية محمد صلى الله عليه وسلم، ما هي صورة حقيقته، صورة هويته، فبذلك تشرح ذلك. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. الإسلام يعني ليس يعني الإسلام غيراً إطاعة الله سبحانه وتعالى من خلال إطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. لماذا نصف محمدا صلى الله عليه وآله وسلم بأنه عبده ورسوله؟ أشهد أن محمدا عبده، يعني تحقق فيه العبودية لله سبحانه وتعالى بأسمى ما يكون من معنى العبودية. حتى أن رضاه رضا الله، سخطه سخط الله. إذا فرح من شيء فرحه يحكي عن فرح الله سبحانه، وإذا أغمه شيء فغمه يحكي عن عدم رضاه سبحانه وتعالى. هذه حقيقة الأمر.
وعظمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تكمن في هذا الجانب، عظمته وسمو شخصيته تكمن في أنه بلغ من عبوديته لله سبحانه أن شخصيته تمثل الإرادة الإلهية في كل جزئياتها وفي كل خصائصها. ولذلك أصبح الرسل كلهم مؤمنين به ومتبعين له. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. تؤمنن به، تؤمنن به، يعني يجب أن تطاع منذ آدم حتى عيسى على نبينا وآله وعليه السلام. كلهم كانوا يتبعون محمدا صلى الله عليه وسلم في هذه الشخصية القويمة، في شخصيتي الشخصية التي رسمها الله ووصفها بأنه قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك وأنا أول المسلمين الذين أولهم آدم وهكذا إلى سائر الأنبياء سلام الله عليهم وأجمعين. ومن هنا نحن نرى أن النبوات كلها تنتهي إلى نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، والنبوات كلها لها دعوة واحدة، والدعوة الواحدة أن أطيع الله. هذه الدعوة الواحدة بعبارة أخرى أن أطيعوا الحق، أعرفوا الحق وأطيعوه. هذه هي الرسالة التي جاء بها الأنبياء صلى الله عليه وسلم، أعرفوا الحق واتبعوه. لو أردنا أن نختصر رسالات الأنبياء سلام الله عليهم جميعا ومنها رسالة محمد صلى الله عليه وسلم لاختصرناه في هذه الجملة: اعرفوا الحق واتبعوه. وكل المشاكل التي تنشأ في المجتمع البشري إما تنشأ من أنهم أن هنالك موانع تمنعهم عن أن يعرفوا الحق. يعني الطغاة ماذا يفعلون؟ إما أن يشوشوا الحق ويغيبوا الحق ويقولوا دون معرفة الحق أو يقولوا دون العمل بالحق. فإذا اتحد الناس، يعني لو أننا حملنا هذه الرسالة للمجتمع البشري أنه يعرف الحق، وفطرة الناس جميعا تقبل هذا، يعرف الحق. لو خاطبنا الإعلام للمجتمع البشري: يا إعلام، يا أصحاب الإعلام، يا أصحاب المراكز الثقافية، يا أصحاب المراكز التعليمية، يا أصحاب المراكز التربوية، ركزوا جهودكم على أن تفتحوا المجال لكي يعرف الحق. هذا أولا. ثم إذا عرف الحق أن يعمل به. لو وصلنا إلى هذه النقطة لاتحد الناس كلهم، وهذه هي الوحدة الحقيقية. هذه هي، يعني لو أن الناس اتبعوا الحق وأنهم لو عرفوا الحق واتبعوه لتكونت فيهم نفس واحدة، يعني لو تكونوا أو لا تحولوا إلى نفس واحدة، هذه النفس الواحدة كل من يعيش ضمن هذه النفس الواحدة يكون جزءا من شخصية واحدة لا يمكن أن تتفكك، وهنا يبلغ المجتمع البشري إلى غاية السعادة. لو أن النفس البشرية، لو أن المجتمع البشري تحول إلى نفس واحدة، كيف يمكن أن يكون فيه فقر؟ وكيف يمكن أن يكون فيه جهل؟ وكيف يمكن أن يكون فيه تخلف؟ وكيف يمكن أن يكون فيه حرب؟ وكيف يمكن أن يكون فيه دماء، إراقة دماء؟ السلم، العدل، الأخوة والمحبة، كل هذا إنما يتحقق ضمن هذه الرسالة العامة التي جاء بها الأنبياء سلام الله عليه، وأكدته روايات الإمام الصادق سلام الله عليه ما روي عنه، وما روي عنه في هذا المضمار شيء كثير. أنا لم أجد فيما فحصت
من رويت عنه هذه الكمية الهائلة مع كيفياتها كما روي عن الإمام جعفر بن محمد الصادق سلام الله تعالى في تبيين هذه الوحدة وفي تبيين هذه الحقيقة التي أشعرنا بها. وبهذا نكتفي ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لطاعته وأن نجعل من قلوبنا ومن نفوسنا نفسا واحدة مطيعة له وخاضعة له وعابدة له. وصلى الله على محمد وآله وصحبه.